انتبه وياي. بالمحاضرة السابقة ربطنا توالي المقاومة والمحذ والمتسع. هذا اني ربطتن ثلاثتين على التوالي بالمحاضرة السابقة. وعرفت خواصن وهذا وكمليت، واني اريد قبل لا تخضع لها المحاضرة اكون قارئ المحاضرة السابقة. اليوم راح افسخ هذا الربط. شلون؟ راح اربط مرة المقاومة والمحث فقط، والمرة الثانية راح اربط المقاومة والمتسعة فقط. اذا ربط التوالي يتقسم المن الى ثلاثة اقسام. اولا اذا ربطتن ثلاثة سوى، ثانيا اذا ربطت مقاومة ومحث فقط، ثالثا اذا ربطت مقاومة ومتسعة. اريدك تنتبه وياي، راح ابدي بيهن لك واحد واحد. انا اول وحدة اخذتها وكملت، راح اجي المن الى ثانية باعتبار اولا اخذتها بالمحاضرة السابقة. اذا اجي اربط مقاومة ومحث فقط، تبع عليه. اذا تربط مقاومة ومحث فقط، يعني شو راح يكون ربطي؟ فقط مقاومة ومحث. شنو الربط مالتي؟ مقاومة ومحث. تبع عليه. الملاحظة الاولى، اذا ذكر في السؤال فولتيات، يعني السؤال ايش يحتوي؟ يحتوي على فولتيات. انا ياك متفقين من المحاضرة السابقة، الرسم مالتنا كم ربع يحتوي؟ ربعين. الربع الاول VL، الربع الرابع شو اسمه؟ VC. اللي بالوسط شنو اسمه؟ اسمه VR. زين، اذا تباوع انه موضوعك يحتوي على مقاومة ومحث، تحتاج فولتية المتسعة؟ لا ما احتاجها. اذا بالمقاومة والمحث الرسم مات يا ربع، فقط ربع اول. شو راح استخرج من الرسم؟ هذا المثلث شو اسميه؟ مثلث الفولتية. هنا أنا فرق الطور، الوتر هو في توتر. المقابل بالرياضيات عندنا كل ضلعين متقابلين متساويين، يعني هذا المقابل شو اسمه؟ اسمه في ال. استاذ انا شو راح استفاد من هذا المثلث؟ تبع عليه. اول شيء بما ان الربط توالي، اذا شنو التيارات؟ متساويه. تيارات شبيهة متساوية، يعني I total تساوي I R ويساوي I C، العفو I L. ليش I L؟ لأن الموضوع عبارة عن مقاومة ومحث. زين، بعد با الفولتية الكلية. الفولتية الكلية مين تستخرج من هذا المثلث؟ مربع الوتر في توتال تربيع يساوي مربع المجاور في ار تربيع زائد مربع المقابل في ال تربيع. استاذ العدل، في سي وين؟ الموضوع عبارة عن مقاومة ومحث، ما عندنا شيء اسمه متسعة. واضح؟ زين، بعد لي شنو؟ جيم زاوية فرق الطور. زاوية فرق الطور. زين، زاوية فرق الطور مين استخرجها؟ تبع عليه. من يا دالة؟ تان الفاي يساوي مقابل على يمن على مجاور، المقابل شو اسمه؟ في ال، على المجاور شو اسمه؟ في ار. هذا اذا ذكر لك بالسؤال فقط مقاوم محث، ومنطيق شنو؟ فولتيات. هاي قوانين الفولتيات. زين، ملاحظة الأخ، نفس الشيء
إذا ذكر في السؤال رادات. قبل شوية ذكر لي بالسؤال شنو فولتيات، هسه راح يذكر لي بالسؤال شنو رادات. تبع علي الرسم مالتي أنا وياك متفقين عليه بالرادات ايش يحتوي؟ على ربعين اكس ال باكس سي بشنو بار. زين الموضوع مالتي هو شنو؟ مو مقاوم محث. الموضوع مو مقاوم محث، تحتاج الرادة السعوية؟ لا ما احتاج الرادة السعوية، اذا امسحها. الرسم بيا ربع، بالربع الاول هذا المثلث اسمه مثلث الممانعة، هاي فرق الطور، هذا الوتر اسمه زد، هذا المقابل شو اسمه كض العين، متقابلين متساويين اسمه اكس ال. ايش راح استفاد من عنده؟ انتبه وياي. الف التيارات متساوية، هاي شغلة تتعرفها طبيعية، تيارات فيها متساوية، ما طول ربط توالي، ما طول ربط توالي، رأسا قبل التيارات متساوية. I total تساوي I R ويساوي I L. استاذ وين السي؟ الموضوع يحتوي فقط عليه من على مقاومة ومحث. بعد من هذا الرسم شو استخرج؟ با. شنو راح تستخرج بعد بالباء؟ الممانعة. ليش تستخرج ممانعة؟ لان عندي رادة. زين الممانعة شلون تطلع في ذا غورس؟ مربع الوتر يساوي مربع المجاور R تربيع زائد مربع المقابل اللي هو شنو؟ XL تربيع. استاذ وين الاكسي؟ الموضوع يحتوي على مقاومة ومحذ فماكو اكسي. جيم بعش تستخرج زاوية فرق الطور، من تستخرجها؟ من تان الفاي مقابل على مجاور. شنو المقابل؟ اكس ال. المجاور شنو؟ ار. هذا شنو؟ هذا زاوية فرق الطور. تنهو يا حبيبي، انا بالبداية قلت لك الموضوع يحتوي مقاومة حث متسعة، سويت لك مخطط فولتية ومخطط ممانعة كامل بالمحاضرة السابقة. اليوم جزأت الربط، ربطت اول شيء مقاومة ومحث. من اربط مقاومة ومحث وعندي فولتيات هذا قانونها، من اربط مقاومة ومحث وعندي رادات فهاي قوانين الرادات. اريدك هسه وياي ايدك وتكتب. زين استاذ بالمحاضرة السابقة كتبت لي خواص الدائرة، هنا انا اكو لهم خواص؟ اي نعم. هذا بالفولتيات، فخواص الدائرة شنو؟ وين؟ بالربع الاول، يعني شنو؟ حثية. بعد فايش بيها بالربع الاول، يعني شنو؟ موجبة. في ال بالربع الاول، يعني شنو؟ في ال ايضا موجبة. الدائرة كلها، الدائرة كلها 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 وين تقع؟ تقع في الربع الاول. خواص الدائرة يعني انت ما طول عندك مقاومة محث، يعني كلها تقع وين؟ بالربع الاول. استاذ هنا منطيني رادات الى خواص؟ اي نعم. شنو خواصها؟ ايضا حثية. ليش بالربع الاول؟ زين تليفون دق، خلينا نسد التليفون. اكس ال ايش بيها؟ اكس ال ايضا موجبة لين بالربع الاول. زد الفاي ايش بيها؟ ايضا موجبة لين بالربع الاول. زين الدائرة كلها وين تقع؟ تقع في الربع الاول. واضح حبيبي؟ هذا اذا ذكر لك بالسؤال، اذا ذكر لك بالسؤال المقاومة والمحث، اذا انطاك مقاومة ومحث. زين هذا بالنسبة للنوع الثاني. النوع الثالث تبع عليه، النوع الثالث اذا عندك بالسؤال مقاومة ومتسعة. اذا عندك بالسؤال شنو؟ مقاومة ومتسعة. ايضا راح تقسم هذا التقسيم. اول شيء اذا ذكر في السؤال فولتيات، يعني انطاق فولتيات بالسؤال، ايش راح يصير؟ انا وياك متعلمين، انا وياك متعلمين انه الرسم مالتنا كم ربع يحتوي؟ على ربعين
في ال في سي الوسط مالتنا شو اسمه في ار. زين الموضوع عبارة عن مقاومة ومتسعة احتاج للمحث؟ لا. اذا امسح المحث صار عندي بس ربع رابع. ارسم المثلث مال فولتية، هذا اسمه في توتال الوتر، هذا اسمه فرق طار، هذا شنو اسمه في سي، بس شنو اشارتها سالبة. زين شو راح استفاد من هذا المثلث؟ راح استفاد تبع علي الف التيارات، هذا مو هاي ثابتة، التيارات متساوية. ايش بيها التيارات؟ ثابتة، فالشي كل الثابت انه التيارات متساوية، يعني اي توتال تساوي اي ار ويساوي اي سي. استاذ وين ال ال؟ الموضوع يحتوي فقط على ار وسي، مقاومة ومتسعة. زين با ايش راح تستخرج بعد؟ الفولتية الكلية، الفولتية الكلية. زين الفولتية الكلية شلون تستخرجها؟ مربع الوتر في توتال تربيع، مربع المجاور في ار تربيع، زائدا مربع المقابل اللي هو شنو؟ في سي تربيع. استاذ ليش ما خليت السالب؟ لان هو بالتربيع يروح السالب. بعد شنو؟ جيم زاوية فرق الطور اللي هي شلون نطلعها؟ من تان الفاي. تان الفاي مين تستخرج؟ مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، سالب في سي على اليمين على المجاور اللي هو في ار. واضح؟ هذا اذا ذكر لك بالسؤال شنو فولتيات فتستخدم هاي القوانين. استاذ لها خواص بالدائره؟ اي نعم. شنو خواص الدائره؟ انتبه عليه، سعويه ليش؟ لان بالربع الرابع في سي شبيهه سالبه، فرق الطور شبيهه ايضا سالبه، وين تقع؟ تقع في الربع الرابع. ليش ربع رابع؟ لان عندي بس مقاومه ومتسعه. اوكي زين، نفس الشيء مقاومه ومتسعه، لكن ذكر في السؤال، ذكر في السؤال رادات. قبل شوية ذكر لي فولتات، لها المرة ذكر لي رادات. انا وياك بالرادات متعلمين ان الرسم مالتنا كم ربع؟ ربعين اكس ال باكس سي، بالوسط شنو؟ ار. اذا اباوع على الموضوع يحتوي شنو؟ مقاومة ومتسعة، يعني الاكس ال شبيهة امسحها. اذا ايش راح يصير عندي؟ مثلث ممانع على الاسفل، زت فاي، هذا باعتباره شنو؟ سالبا اكس سي. واضح؟ ايش راح استفاد من عنده هذا المثلث؟ ايضا نفس الشيء، اقول له الف التيارات متساويه، تيارات شبيهة متساويه، وين ما تروح ربط توالي تيارات متساويه. اي توتال يساوي اي ار ويساوي اي سي. وين الاي ال؟ ما عندي اي ال لان السؤال عباره عن مقاومه ومتسعه. زين با الممانعه، ليش ممانعه؟ لان عندي رادات. مين تطلع الممانعه؟ تبع علي زد تربيع مربع الوتر، زد تربيع نكتب لك اياه بالازرق، زد تربيع تساوي زين مربع المجاور ار تربيع زائدا اكس سي تربيع مربع المقابل. اخر شيء شنو؟ جيم زاويه فرق الطور، مين تطلع زاويه فرق الطور؟ تان الفاي مقابل على مجاور، من المقابل سالب اكس سي على المجاور اللي هو شنو؟ ار. تبوا يا حبيبي بعد عندك هنا شنو خواص الدائره؟ اذا تريد ترجع تكتبها، خواص الدائره شنو؟ سعويه، معطوا ربع رابع سعويه. زين الاكس سي شبيهه سالبه، فرق الطور شبيهه سالبه، الدائره كلها وين تقع؟ تقع في الربع الرابع. باي ولد تبع علي يا حبيبي، ربط التوالي بثلاث اقسام. اول شيء اذا المقاومه والمحث والمتسعه ثلاثه اخذتهم بالمحاضره السابقه، اليوم قسمت قسمين،
قسم اذا مقاوم محث وقسم اذا مقاومه متسعه. مقاومه ومحث تجيك بنوعين، نوع ينطيك بي فولتيات ونوع ينطيك بي رادات، نفس القوانين فقط تغيير رموز، ولازم انه تقع بالربع الاول. خلي ببالك ما طول مقاومه ومحث اذا شنو ربع اول. اجيت فصخت القسم الثالث اللي هو مقاومه ومتسعه، ايضا يعطيك نوعين، نوع فولتيات ونوع شنو رادات. ما طول مقاومه متسعه اذا باربع، ربع رابع. هاي قوانين الفولتيات، هاي قوانين الرادات. اريد من عندك هذا المخطط الموجود قدامك على السبوره تكتبه بايدك. قرايتك تعتمد على دفترك، قلت لك توالي قرايتك تعتمد على دفترك. من بعد هذا المخطط صارت عندي انا هسه شنو ثلاث انواع للتوالي. توالي يحتوي على مقاومه ومحث ومتسعه، توالي يحتوي على مقاومه ومحث، وتوالي يعتمد على اليمن على مقاومه ومتسعه. هذول المخططات صارت عندك ثلاثتين. هسه راح انتقل لك الى ملخص قوانين التوالي واريدك تركز وياي. تبوا يا طلاب، احنا اذا نباوع على المنهج فالمنهج مخربط، مطيك القوانين مشمره بكل مكان، والطالب هنا راح يدوخ وراح تلعب نفسه من الفيزياء. انا سويت لك، اريدك تنتبه لي على المخطط اللي راح اسوي لك اياه. عندي فد شيء سميته لك قوانين مشتركة. شنو يعني قوانين مشتركة؟ باو، هاي القوانين المشتركة راح تستخدمهم بالتوالي، وراح تستخدمهم بالتوازي، وراح تستخدمهم وين؟ بالرنين. هاي القوانين اللي راح اكتب لك اياها قوانين مشتركة، تستخدمهم وين؟ توالي توازي رنين. خلنا اكتبهم وبعدين اتفاهم وياك عليهم. اول قانون والكل نعرفه اللي هو المقاومة تساوي فرق الجهد على التيار، قانون اوم. ثاني قانون الاكس ال، تتعرف الاكس ال رادة المحث، تساوي فرق جهد المحث على تيار المحث. وعندك قانون يقول لك الاكس سي تساوي فرق جهد المتسعة اليمن على تيار المتسعة. وعندي قانون إلك ما أخذ إلك سابقا اللي هو زت الممانعة تساوي فرق الجهد الكلي اليمن على التيار الكلي. هذا إني أعتبر لياهن رقم واحد. كلهن ذني بالأصل قانون أوم، فرق الجهد على التيار، فرق الجهد على التيار. هسا أكتبن وبعدين أفهمك عليهن. ثانيا تتذكر من كانت عندنا الرادة الحثية اكس ال متساوي لأوميجا ال، والأوميجا ال شنو اصلها؟ الأوميجا 2 باي اف والال تنزل. تتذكر من كانت عندنا الرادة السعوية شنو كان قانونها؟ واحد على الأوميجا سي. زين، واحد على الأوميجا سي شنو اصلها؟ 2 باي اف الأوميجا، بينما سي تنزل. هاي سمي ليها رقم اثنين. يعني هاي القوانين المشتركة انت ما اخذها. رقم ثلاثة انتبه عليها. قوانين مشتركة برقم ثلاثة، قدرة حقيقية وقدرة ظاهرية. القدرة الحقيقية مين تجي؟ من تيار المقاومة في فولتية المقاومة. استاذ ليش تيار المقاومة فولتية المقاومة؟ لان تعريفة تتذكره، تعريفة شي يقول هي القدرة المستهلكة على طرفي مقاومة صرف، موجودة يمك تعريفة. بعد عندي القدرة الحقيقية ايش تساوي لك؟ بعد اتبع عليه التيار تربيع في المقاومة، قانونين القدرة الحقيقية بكيفك. اما القدرة الظاهرية عندك واحد يقول له I total في V total، فرق الجهد الكلي في التيار الكلي. وعندها واحد شي يقول القدرة الظاهرية، يقول انتبه علي القدرة الظاهرية تقول له I تربيع في Z. هذا اسمه قدرة حقيقية بإريال،
وهاي قدرة ظاهرية بيئة. تبع علي هاي اسمها قوانين مشتركة. هاي شنو اسمها؟ قوانين مشتركة. يعني انت بالتوالي عندك قوانين واحد، وبالتوازي عندك قوانين واحد، وبالردين عندك قوانين واحد. هذن القوانين يرهمن توالي توازي رنين، تقعد تكتبن 5 مرات 10 مرات 20 مرة لحد ما تحفظن حفظ كامل. هذني انت كلهن ماخذن اجنك القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية جديدات. القدرة الحقيقية كتعريف هي القدرة المستهلكة على طرفي مقاومة صرف، هاي قوانين الاثنين. القدرة الظاهرية كتعريف هي القدرة التي يجهزها مصدر التيار المتناوب بأكملها، وهاي كقوانين تحفظهن حفظ. واضح؟ تحفظهن حفظ. زين، هذني قوانين مشتركة استخدمهم بالكل. أنا اليوم موضوع شو اسمه؟ توالي. هنا أنا راح أكتب لك قوانين التوالي فقط. يعني هاي القوانين تستخدمها فقط للتوالي، فقط من تسمع السؤال بتوالي تستخدم هاي القوانين. اولا تبع عليه، النوع الاول بيه كم شق؟ بيه شقين. اول واحد شي يقول لك في توتال تربيع يساوي في ار تربيع زائدا في ال ناقصا في سي الكل تربيع. الشق الثاني زد تربيع يساوي ار تربيع زائدا اكس ال ناقصا اكس سي الكل تربيع. هذا شو وقت تستخدمه وهذا شو وقت تستخدمه؟ ابو الازرق اذا ذكر لك بالسؤال فولتيات، ابو الاحمر اذا ذكر لك بالسؤال رادات. هذا القانون الاول. ثانيا تبع عليه، ثانيا تان الفاي، هني النوع الثاني بصيغتين احسن. خلينا نسوي لك اياها بهاي الصوره. تان الفاي يساوي في ال ناقصا في سي على اليمن على في ار، او عندك تان الفاي يساوي اكس ال ناقصا اكس سي على اليمن على ار. زين باك ايش وقت تستخدمه؟ هذا استخدمه اذا بالسؤال فولتيات، هذا استخدمه اذا بالسؤال شنو؟ رادات. بعد عندك اخر شيء التيارات، اي توتال ايش تساوي لك؟ اي ار ويساوي اي ال ويساوي اي سي. ليش؟ لان التيارات متساويه. اخر قانون اني اضيفه لك اريدك تفهمه، اللي هو باور بيرفكت، عامل القدرة. عامل القدرة إلى شنو؟ عدة قوانين، اللي هو إلى قانون يقول كوساين الفاي. عامل القدرة إلى قانون يقول كوساين الفاي، وإلى قانون يقول المقاومة على اليمن على الممانعة. فأنت بكيفك تختار. وإلى بعد قانون يقول فولتية كلية على فولتية، فولتية مقاومة على الفولتية الكلية. بس أنا أكثر شيء راح أستخدم ذني الثنين اللي أريده من عندك. تبه وياي، أنا أعطيتك القوانين المشتركة قبل ما أعطيك القوانين التوالي. شنو قوانين مشتركة وشنو قوانين توالي؟ أنت السؤال مالتك إذا انطرح إذا مكتوب توالي، وين تروح تباوع؟ على قوانين التوالي. زين إذا احتاجيت شغلة ما موجودة بقوانين التوالي، وين تروح تجيبها؟ من القوانين المشتركة. راح نرجع ناخذ موضوع التوازي، نرجع ناخذ موضوع التوازي، نكتب قوانين التوازي. إذا كانت عندك شغلة ما موجودة بالتوازي، منين تروح تجيبها؟ من القوانين المشتركة. إذا القوانين المشتركة هي ستاف ثاني. شلون نقول؟ حائط نصيص بالساعة ما موجود قانون هنا، أروح أتجه وين؟ للقوانين المشتركة.
اللي اريده من عندكم طلابي الاعزاء تنقلون هاي القوانين وتقرا المخططات اللي انطيتك اياها، حتى المحاضره القادمه راح تكون خاصه بحل مسائل ربط التوالي. تحياتي لكم، لهنا تخلص محاضرتنا.